الرحيم المشفق المحب لأمته صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه يبكي ويقول اللهم أمتي أمتي، فيأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سنرضيك في أمتك. يا إخوان، نحن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقه علينا، فماذا قدم لهذا الحب اليوم؟ اليوم يا إخوان نريد أن نقدم هذه الوقفية، وقف النبي، وقف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعبر عن حبنا الصادق له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فننشر سنته وأخلاقه وفضائله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المعارض وداخل الكويت وخارج الكويت والندوات وغيرها، فنأتي يوم القيامة وعندنا من الحسنات جبال تعبر عن حبنا له صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوضه. قولوا آمين.